بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم المشركين في الإسلام. أتم بوكالكتي في الإسلام كيب كو خمنتني واتب يوننتي النبي صلى الله عليه وسلم ديغنغكو جوتنغتش سو ولم يؤمن به توب غموكو غمون يوننتي بي فهو كافر كفرا اكبر كوكو يفير لا نكنا كافر كافر بمك. لقوله تعالى ندير وخبرهم بتبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. كيب كو ساكو دين و لنن لودول دين الاسلام بروم بي موني كوكو دنج كو نانغول اي جيفام واي تميت الله خير دا فاي بوك تي ني بيرت.